حديث التوتر الذي حاصل بين المؤتمر الشعبي العام وجماعة النصارى الله فعلا حصل، وذلك على مستوى القواعد الشعبية. أما على مستوى القيادة فقد كان أمس أول تهديد يعني يطلق المؤتمر الشعبي العام بالانسحاب من الحكومة، وأنا لا أعتقد أنه سيحدث هذا فعلا، ولكن يأتي هذه التهديدات والتصريحات في إطار المناورة السياسية ومحاولة الضغط. كذلك عندما تنظر للوضع الحالي، هناك تحشيد دولي لحضور المياه الإقليمية الدولية من قبل القوات الأمريكية، قوات سعودية، قوات أخرى بعد ضرب الفرقاط السعودية. هذا ينبئ بسيناريو آخر. كذلك تمرير الرئيس ترامب لقانون عرض مشروع قانون للتدخل العسكري في اليمن على الكونغرس الأمريكي، هذا ينبئ بخيارات أخرى قد تؤدي إلى عملية انشقاق في المؤتمر الشعبي العام وفي الجبهة الداخلية، وقد تؤدي إلى ضرب الجميع معا. يعني أعتقد أن بالنسبة لاتفاق الحوثيين الذي تكلم عنه المؤتمر الشعبي العام مع الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، كان هذا في إطار محاولة التخلص أو تخفيف الضغط السياسي. بالمقابل أمس واضح جدا أن القوات الصاروخية اليمنية استطاعت بعد عام من الحرب أن تطلق صاروخ وصل مداه إلى منطقة الرياض، يعني هذا تطور خطير جدا. كذلك الجبهة الداخلية تصعد في المخافي أكثر من جبهة، هذا قد يؤدي إلى سيناريوهات قد لا تحمد عقباها في إطار عقد ما نسموه التقاسم المحاصصة الدولية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار أنه روسيا خذوا لكم سوريا ولنا اليمن، اتركوا لنا اليمن. هذا تطور خطير، يعني قد ننبئ بتدخل أجنبي خارجي لضرب الجبهة الداخلية بعنف غير متوقع. يعني شكرا. الضغط الإدارية في جهاز الدولة، الاستحواذ كان خارج الاتفاق الذي هو متفق ما بين حركة أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام. الهدف هو هدف زي ما تقول مصطنع من وراء هذا الخلافات لإيجاد الشرخ ما بين المكونين السياسيين أنصار الله والمؤتمر لإضعاف الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان الخارجي. الخلاف بين المؤتمر وأنصار الله لا يمكن إنكاره، لكن لا يمكن القول بأنه خلاف وصل إلى مستوى القيادات. بعض الشخصيات الإعلامية المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام هي هددت بأنها ستنسحب من هذا التحالف ضمن حالة التوتر الحاصلة على خلفية احتفالات 11 من فبراير. المؤتمر الشعبي العام يعتبر هذه الذكرى هي تاريخ الثورة عليه، وبالتالي لديه نوع من التحفظ في الاحتفال بها، بينما أنصار الله يروا حقهم في ذلك. يظل الأمر هو تحت مستوى القيادات، الخلاف لم يصل، ربما نقول أن القيادات هي لا زالت في حالة انسجام كامل، لكن المستويات الدنيا يظهر عليها مثل هذا الخلاف. هذا هو ما يمكن توصيف الحالة التي يعيشها المؤتمر وأنصار الله حاليا. على مستوى القواعد وليس على مستوى القيادة السياسية العليا، لأن القيادة السياسية العليا هي ما قامت بهذا الاتفاق إلا موجب إيش توافق في الرؤى وتوافق في الطروحات السياسية. العملية أنه عملية إيجاد شرخ مصطنع، الهدف منه تمام تشتيت القوى، إضعاف الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان الخارجي. ما ننكرش مثلا أنه في بعض الممارسات السلبية من هذا أو من هذاك، ولكن المجمل العام الهدف هو واحد تمام، استعادة ما تم تدميره من البلد، الحفاظ على ما تبقى من وجه الدولة، مواجهة العدوان بكل الطرق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى التيارات السياسية. هناك شرخ في بعض الدوائر السياسية والحكومية نتيجة ممارسات شاذة لبعض الأفراد من كلا الطرفين.